احنا اتفقنا ان في كتير جدا من البرامج هنعمل ريسيت اوتوماتيك، صح؟ الريسيت دوت ماني ولا اوتوماتيك؟ ماني. ولا ده راجل جاب نفسه ولف ايديه وعمل ريسيت، صح؟ كان ينفع اعمل اوتوماتيك هنا ريسيت اوتوماتيك في الاوبريشن دي؟ ينفع اعمل اوتوماتيك ريسيت اوتوماتيك؟ يعني بعد 5 مرات فصل البتاع يروح هو عمل ريسيت لنفسه. ممكن تايمر مش مهم ازاي، انا بسال ينفع؟ لا يهمنا كيف سنقوم بعمليه الريسيت، المهم ينفع. انا هقول لك ازاي ليه بالظبط. ده هو شغلانته ان يقول للعامل اوعى تقرب من المكنه غير لما حد يجي يعمل لها ايه ريسيت ويتم على المنسوب. هو كده كده اساسا، كده كده اساسا لما انا بفصل المره الخامسه هو بيقول لي ما تشتغلش تاني. لو عمل لنفسه ريسيت اوتوماتيك ما انا هاجي اشغل المره السته هيشتغل، صح؟ بس يا باشمهندس، بس يا باشمهندس، فاللي احنا بنقوله دلوقتي ما ينفعش اعمل ريسيت اوتوماتيك. البرنامج ده ما ينفعش، فاللي انت بتقوله ده حاجه ثانيه. هقول لك يعمل حتى لو انا عايز ما ينفعش، لان ده انا قايل لهم المكنه دي ثمنها 1,000,000 جنيه. ما اقصدش لو انا عايز اعمله عشان البرنامج مش هيبقى برنامج، هيبقى حاجه ثانيه خالص، هيبقى باظ. بالظبط، هو عايزين نعمله هنعرف نعمله، بس مش هيبقى باظ، يبقى برنامج باظ. ليه؟ المكنه دي ثمنها 1,000,000 جنيه. المكنه، ما انا بتكلم، المكنه دي ثمنها 1,000,000 جنيه. لازم بعد 5 مرات شغل اروح اتاكد ان مستوى الزيت مظبوط والبريفيكيشن كل حاجه تمام، والمكنه عامل لها صيانه كده 10 دقايق ربع ساعه كله تمام، ارجع اشغلها تاني. لو انا خليت الكاونتر مع نفسه يعمل ريسيت، هو الكاونتر عارف اذا كان الزيت مستوى منسوبه مظبوط ولا لا، ولا مع نفسه عمل ريسيت؟ يبقى باصل الدنيا. فدي ما ينفعش. امتى ممكن اعمل حركه زي كده؟ لو انا بتكلم مثلا على تمرين لمبه تنور 5 مرات وتطفي، اخليه يعمل ريسيت لان هي خلاص كده كده عملت ايه؟ طفت، ارجع اشغلها تاني اشغل 5 وتطفي. طفت، اخليه يعمل ريسيت لنفسه اوتوماتيك. مش معقول حاجه في المصنع اقول له دوس وما تنساش لما هي تطفي روح اعمل ريسيت انت. العامل مش في تخيلته ان هو يعمل ريسيت، هو ليه انه يدوس يشتغل. اوكي؟ لو انت عندك مكنه كل 12 ازازه كنز علبه كنز بيخش في كرتون، هتوقف واحد كل ما ال 12 يعدي يروح اعمل ريسيت، ولا هو اوتوماتيك بعد ما تخلص دول تدخلهم في الكرتون لازم تعمل ريسيت من نفسها عشان في 12 جداد؟ ففي عمليات محتاجه ريسيت اوتوماتيك. بالظبط، في عمليات محتاجه ريسيت اوتوماتيك، في عمليات ما ينفعش فيها ريسيت اوتوماتيك. اللي ما ينفعش استغنى عنه هو الايه؟ المانيوال. لازم يكون في مانيوال. افرض في كارثه حصلت والمكنه بتفصل بعد 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 حاجه، هتستنى لما الحاجه تفصل عشان تعرف من ريسيت، ولا هي اوتوماتيك عايز تعمل ريسيت بسرعه؟ فريسيت المانيوال لازم يكون موجود حتى لو ملوش لازمه حطه. بالظبط، تمام. التمرين اللي جاي دوت ينفع اعمل فيه ريسيت اوتوماتيك، بالعكس هو حلاوته انه يكون فيه ريسيت اوتوماتيك. اوكي؟ لانك مش عارف تفكر العامل كل شويه انه لازم يعمل ريسيت. التمرين اللي عملناه من شويه هتحط كوبي بيست زي ما هو. فاكر اللمبتين اللي بيبدلوا مع بعض فلاشر؟ كيو 0.1 وكيو 0.2. بعد نص ثانيه شغل دوت في دوت، بعد نص ثانيه يرجع يبدلهم تاني. اللي عملناه من شويه مع بعض هو هو، بس بشرط البرنامج يشتغل 5 مرات بس ويروح واقف. يعني هدخل فيه ايه؟ كاونتر. بقى التايمر بيعد زمن والكاونتر يعد مرات. يعني ادوس تنور اول لمبه، نورت، بعد زمن يبدله. ادي كده 1 2 3 4 5. خد بالك دي من حقها تنور الخمسه، يعني المره الخامسه كامله دي تطفي، ده ما يشتغلش تاني. ما هي دي المشكله، المفروض دي ما تشتغلش تاني. بالظبط، المفروض ما تشتغلش تاني كده. يعني دي تنور 5 ودي تنور 5، يعني كده 1 يرجع تاني، 2 3 4 5 دي تطفي بعد نص ثانيه، دي ما تشتغلش تاني. اوكي؟ حط التمرين كده، المفروض ان انت نقلتوه حطه زي ما هو، انا هجهزه على الصابون. كل الفكره بس احنا هنزود التورك واحده بس فيها ايه؟ كاونتر. لو انت عندك ايقاف الموتور غير الريسيت حاجه ثانيه خلاص براحتك ماشي، بس هو طبيعي ان هو بيشتغل 5 ويفصل، صح؟ توقف الموتور وتصفر كله عشان اعد 5 جداد. دي مش هنختلف فيها، لو انت عايز خلي المفتاح تاني مش هزعل، مش فارقه كتير. المهم بقى الريسيت اوتوماتيك ده اللي فيه فكره، ده اللي هيطلع عينينا بجد. نرسمها كده على النظافه دي. ها، مين اللي يعمل له ريسيت؟ مع بعض؟ مش صح، وهقنعك بيه بس صح. هو يعمل ريسيت لنفسه غلط، لان اول حاجه هيعمل ايه في نفسه؟
هيصفر نفسه فمش هيقدر هيعمل حاجه يعني. يعني نعمل كده؟ ثواني نشوف كده. سي 7 نيجاتيف ايدج قصدك كده؟ طب ما هو مين اللي هيصفره؟ ما هو لازم حد يصفره عشان هو يصفر نفسه، ملهاش معنى. لا احنا عايزين حاجه ريسيت اوتوماتيك. الاي زي... لا الاي 00 الاي 00 لازم ندوس عليه صح؟ انا عايز حاجه اوتوماتيك، خلص الخمسه بتوعه وفصل صح؟ ولو عامل نفسه ريسيت عشان لما اجي اشغل ما يقوليش لا. لا اللي دي هتفصل خمس مرات، يبقى كل مره بتفصل تبقى عامله ايه؟ ريسيت. الاثنين مقفولين على التوالي. ما هو ممكن يعمل ايه؟ مش ممكن يفصل قبل ما يشغل؟ يعني يعتبر الاثنين بقوا ايه؟ فانا مش هعمل حاجه، اسمها او عايزين نفكر في حلول ثانيه بدل ما نقعد نمسح بدل ما مش صح، بس مش هنقعد نمسح ونعيد ثاني. لا مش هينفع. الاثنين فصلوا مع بعض؟ لا الكيو 2 هي الكيو 2 بتعدي بعد الكيو 1. ماشي. 10 وفصلت خلاص الدنيا بتفصل. ما هي بتفصل خمس مرات في التمرين لان هي عماله تعمل فلاشر. صح؟ يعني معقوله انت عايز حد يجيب لك خمس ثواني. طب نتناقش النقطه دي، يعني نقول له كده كيو 0.2 فصلت خامس مرة تبقى طبعا ما اعرفش يعني فصلت المرة الخامسة مش أول ولا تاني ولا تالت ولا رابع مرة يعني. ناقش لما ده اشتغل المرة الرابعة من الخامسة ما عملش حاجة، لما ده اشتغل المرة الخامسة عمل إيه؟ عدى خمسة وقال لي دوت إيه؟ ما اشتغلش تاني صح؟ دي هتفصل عن طريق مين؟ تايمر صح؟ ماشي. يعني التايمر اللي فصل دي ورايح يلقط دي تمام، ساعتها عمل ايه للكاونتر؟ عمل له ريسيت. هنا بقى الموضوع موضوع ترتيب، تعال نشوف الترتيب هيطلع صح ولا لا. ممكن يقفل دي الاول ساعتها مش هيعرف يشغل اصلاح، انا مش عايز اشغل المره السادسه. هيفصل دي الاول هيعرف يفصل، انا خايف من حاجه لو فصل دي الاول هيجي هنا هيفكر ان ايه؟ تاني دي كلوز؟ لا الصح اوبن بقى، عشان هو لما يشتغل يقفل، فلما يفصل عامل ريسيت. ما هي كده معايا، ما تشتغل وتفصل هي اوبن، لما تشتغل مش هيعمل حاجه. هي دي كده معناها، هي كده لما يجي يشتغل مش هيعمل حاجه، لما يجي يفصل يروح بعت الاشاره. احنا قريبين جدا من الحل بس قاعد نتناقش فيها. دي معناها ان كي 0.2 لما تفصل هيروح يعمل ريسيت. ما هو لو فصل هنا الاول هيجي هنا يعمل ايه؟ ريسيت. هيجي هنا يروح يقول له معلش حقك عليا اقفل تاني صح؟ فالتايمر هيروح مشغله تاني. تعالى نتناقش حل تاني كده برضه، هي الفكره جت دلوقتي كده نشوف صح ولا غلط. 96 ده دي فكره حلوه. هو مين اللي بيشغل ده؟ طب ايه رايك انا قلت له التايمر جاب اخره معايا في اخر مره، يعني التايمر نفسه راح في غيبوبه. يعني لما التايمر عد، لما التايمر عد الوقت بتاعه جه يشغل هنا وجه يفصل هنا، لو جه يشغل هيعرف؟ لا صح؟ لو جه يفصل هيعرف؟ اه الفصل سهل ما فيهوش حاجه، الفصل ما فيهوش فكره، فصل عادي. طب التايمر نفسه هيفصل امتى؟ لما البي ال سي يلف ويروح عامل ايه في التايمر؟ بما ان كيو 0.2 فصل انت كمان تعمل ايه؟ تفصل. يعني ضمنت ان التايمر نفسه مش هيعرف، خلاص التايمر مش التايمر اللي بيشغل دوت، التايمر نفسه فصل، يعني التايمر مش هيعرف يشغله سادس مره. فقلت له لو حصل ان التايمر تعيش انت في المره الخامسه مش الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، كده احنا مطمنين ان هو مش هيعرف يشغله لسادس مره صح؟ يبقى تقدر تفصل وانت مطمن. تاني نقراها تاني.
نقراها تاني. اللي بيشغل كيزر بوينت واحد هو التايمر. انا خايف منه اعمل ريسيت للكاونتر واخلي دي تبقى كلوز ويكون التايمر لسه صح يعني رايح شغل. فقلت له ايه التايمر اللي بيروح يشغل ده بيروح يفصل دوت. لو جاي يشغل الحمد لله انت كده كده لسه فاتح اوعى تعمل ريسيت دلوقتي. لو جاي يفصل خير وبركه. لما يفصل هيعمل ايه في نفسه؟ لما يفصل يفصل نفسه صح. لو حصل انه فصل نفسه مش دي معاه فصل نفسه نيجاتيف ايدج. لو حصل انه فصل نفسه مش في اي مره ده في المره الخامسه ساعتها يبقى ضمان ان دوت مش هيعرف يشتغل لان اللي بيشغله هو تي 96. يبقى يعمل ايه في الكاونتر؟ افصله وانت مطمن يعني رجعها كلوز وانت مطمن لان كده كده التايمر مفيش حاجه شغاله كله فصل خلاص. الحل الوحيد عشان يشغل تاني نعمل ايه؟ يدوس من اول وجديد تاني. انا عايز اعمل ريسيت اوتوماتيك. الريسيت المانيوال موجود بس الاوتوماتيك مهم جدا. الريسيت الاوتوماتيك من الاخر كده المبدا بتاع الريسيت اوتوماتيك ما تعملش ريسيت غير لما يكون عملك اللي انت عايزه. يعني ايه؟ الكاونتر شغلانته ان دوت ما يشتغلش السادس مره صح؟ ما اشتغلش السادس مره يبقى اعمل ريسيت كده انت تفصل الكاونتر وانت مطمن. فايه اللي حصل؟ التايمر اللي بيفصل هنا وبيشغل هنا بالاخص في خمس مره احنا بنتكلم على خمس مره صح؟ ان يكون الكاونتر عدى خمسه يعني. هيجي يشغل هنا مش هيعرف ان الكاونتر عدى خمسه يعني دي مالها؟ اوبن. هيجي يفصل هيعرف يفصل الفصل ما فيش اسهل منه. لما فصل هنا بديهي جدا انه هيعمل ايه كده كده في التايمر برضه؟ هيفصله. قلت له برضه خليك مستني. لما تضمن ان التايمر فصل يعني كان مقفول وجرى له ايه؟ فتح يعني التايمر نفسه فصل. ومش فصل في اي مره ده فصل في المره الخامسه. يعني من الاخر دي رجعت بقى كلوز ودي رجعت بقت ايه؟ اوبن. ساعتها روح اقفل دي وانت مطمن يعني صفر نفسك واقفل دي لان كده كده التايمر خلاص مش موجود. بالظبط بالظبط اخر سايكل. انا عارف انه حل غريب شويه ده اللي جه في دماغي دلوقتي ما اعرفش انت اللي حد اللي يعني مشينا في الطريق ده. طيب ماشي اه اكيد طبعا فضلوا كتير بس ده اللي جه في دماغي دلوقتي. الاول في حد معترض على دوت؟ ها؟ افكر واقول لك. لو حطينا اتنين كيو كلوز مع بعض سي سبعة. يعني الاتنين فصلوا سبع مرة. ما هو المشكلة ان هو ممكن يرجع يشغل دوت لسادس مرة قبل ما ده يفصل. مش انت عندك النقطة دي ممكن تقفل الاول لو دي تفتح الاول؟ صح؟ لو قفل الاول هيروح مشغل. تايم اثنين كلوز يعمل ريسيت خمس مرات. حلو لحظه ما قلتش صح ثواني ده اشتغل وبعد ده اشتغل فعد خمسه راح فتح هنا صح؟ ها. مش ده بعد شويه هيفصل؟ وده كده كده ايه؟ يعني الاثنين بقوا ايه؟ كلوز صح؟ هيجي هنا يعمل ايه؟ هيعمل ريسيت صح؟ لحظه بقى هيلف هنا شوف دي الاول ولا دي الاول؟ يعني هيكون لسه ما عرفش ان التايمر ماله فصل هيفكروا لسه شغاله لو عامل ايه تاني غلط ما ينفعش علشان لسه ما شافوش. لا مش مشكله دي ليها حق الراجل مليون الميه. لا لا ده اللي فصل صح. ما هو لسه رايح له في الطريق وهو رايح له كان عامل ايه في الكاونتر صفره فجه هنا قال له ده كلوز والتايمر قافل انت مستني ايه ما تشتغل صح. ستارت يمين اي 0.1 ستارت شمال الاي 0.2 ستوب لاي اتجاه فيهم هيكون الاي 0.0. طبعا الستار دلتا في مين لليمين ومين للشمال اللي هو بيسموه اللاين بتاع اليمين واللاين بتاع الشمال. الاوتبوت بتاع اليمين كيو 0.1 ده اللي هو اللاين بتاع اليمين. كيو 0.2 ده اللاين بتاع الشمال ده اللي هيقلب الفاستين يعني. والكيو 0.3 اللي هي الستار سواء كان اليمين او الشمال. والكيو 0.4 هي الدلتا سواء كان اليمين او الشمال.
انت عارفين بيشتغل ازاي ولا لا؟ استر دلتا. طيب خلاص، وفتح تشغيل اليمين وفتح تشغيل الشمال، ايقاف للاثنين. بعد كده التشغيل اليمين، الستارت اليمين، الستارت الشمال، ستار ودلت. يعني ادوس على دوت يلقط اللاين مع الاثنين دول. ابسطها هاني ولا انت فاهم ولا ايه؟ ما هي كده، ما فيهاش ابسط وما فيهاش اصعب، هي ايه ستار ودلت كده. تمام، ادوس على الستارت يمين يشغل اللاين يمين مع الستار ودلت. ادوس ستارت شمال يشغل اللاين الشمال مع ستار ودلت. طبعا ستار بتدخل بعدها بوقت دلتا يعني. مالها؟ ماشي، انا عملت سهم يمين لاين رايت ولاين ليفت. اوكي، لا بتاع المره الجايه، بكره ان شاء الله. المفروض ده ما كناش خدناه لان دوت اسهل من اللي احنا عملناه يعني، ما فيهوش فكره. مش موضوع اول، انا ما كنتش عامله بس انت طلبته قلت عشان في المنهج، بس هو سهل جدا يعني، ما فيهوش حاجه. لا مفيش تايمر طبعا، لازم يكون في تايمر. لا كنترول ايه؟ في اللي ساعه طول. اه في حاجه كده. تحب نعمل فيه فكره زياده؟ يا ريت. ما ينفعش الموتور يشتغل مرتين في نفس الاتجاه ورا بعض. ليه ما اعرفش، بس نعمل فكره يعني. يعني شغلته يمين اجي اشغله يمين تاني ما يرضاش، يقول لي المره دي شمال. مثلا لما بيجي ينزل اتجاه معين لو حد لازم بيبقى فيه اولويه في الدور عشان هو ده، بس دي اولويه حاجه ثانيه، دي اولويه للاقرب في الاسانسير. أيوة. بيروح للاقرب سواء كان فوق او تحت. هنا احنا عايزين مثلا نعتبر ان هو ليه مشوار بيروح ويرجع فيه، فلو مشي يمين ما ينفعش اكمل يمين من غير ما يكون في ليميت سويتش، هو اوتوماتيك يفهمها كده، يقول لك انت اخر مره شغلتني يمين فدلوقتي عايز تشغل شغل الشمال، يمين لا.